مشهد جدة التاريخية، إعادة إحياء الحرف القديمة والفنون التراثية. في الممرات الضيقة بين المنازل التقليدية في قلب المدينة، يساعد بيت جميل للفنون التراثية جدة الفنانين والحرفيين على إعادة اكتشاف التقاليد الفريدة لهذه المدينة الساحلية القديمة. الفن جميل بالشراكة مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية يبذل كل الجهود للحفاظ على الطرق القديمة وتكوين جيل جديد من الفنانين يمتلك المعرفة اللازمة لبناء مستقبل المدينة القديمة. الهندسة، التصميم النباتي، الطلاء، أعمال الخشب، الجبس، السيراميك، فن جديد مستوحى من الآثار القديمة. من خلال السعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة نوفر أكبر الفرص. هدفنا هو مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم ليصبحوا فنانين ومصممين لإنشاء الأعمال الحرفية التجارية ودعم استعادة المباني التاريخية للمدينة القديمة. هدفنا ليس فقط الحفاظ على الماضي، هدفنا هو بناء المستقبل.